وهنا سيد سعيد بحب أبدأ معك في بداية كان زمان، في بداية هذا البناء ماذا كان؟ نحكي شوية تاريخ وبعدين ننتقل حتى إلى ذكرياتك الطفولة في هذا المكان. أوكي. شكرا لاستضافتكم أولا، ويعني ومبسوط جدا أنه نقعدين مع بعض هلا. تاريخيا بسنة حوالي 1850 اجت عائلتنا مرت من هذه المنطقة ولقت أنه في الأراضي اللي مش مزروعة لكنها خصبة ومهملة، وكان الإهمال بسبب أنه كانت الحكومة التركية هي حاكمة هذه المنطقة، وكان تدفع ضرائب للمزارعين اللي كانوا يزرعوا، فأهملوا هاي الأراضي وكان فيش أمن. يعني كان فلتان في آخر الدولة العثمانية، صار في فلتان أمني، فصار في ناس تخاف أن تستثمر في هاي المنطقة. عائلتنا حبت أنها تستثمر فيها وأخذت هاي الأراضي وبلشت يعني بعمل ترتيبات مع البدو في المنطقة وبلشت تزرع في هاي الأراضي. لما بتزرع بدها منطقة إنها تخزن فيها الحبوب، تحط فيها الحيوانات، تحتمي، لأنه كمان زي ما قلنا الأمن كان في مشكلة. فبلشوا أول إشي استعملوا المغر الكبيرة، يعني يفوتوا ويحطوا الحيوانات فيها، بعدين اكتشفوا إنه بدهم يبنوا، بلشوا استقروا أكثر يبنوا. فبلشوا يبنوا صح. فبنوا هذا المباني بشكل قلعة، إلها بوابات كبيرة بتسكر بالليل، وبضل في باب صغير حتى بس إلى الحراس يفوتوا ويطلعوا. وكان بهذاك الوقت يعني مملكة بحد ذاتها، إنه كانوا موجود كل شيء فيها. يعني أنا لحقت لما كنت شاب صغير وولد صغير يعني هذا بالخمسينات. نعم. كان بعدك شاب. بعد إن شاء الله. واضحين يعني. لا إن شاء الله. فكان مثلا في عندهم حداد، نجار، طباخ، كان الأدوية يداو عن طريق الطب العربي، الطب العربي يعني، كان كل إشي موجود، ما كانش يحتاجوا إشي تاني خارج هاي المنطقة. فكان كل شيء موجود، في دكان صغيرة موجودة تبيع أشياء بسيطة للناس، حتى مش بالمصاري، مرات كان يجيبوا القمح، يجيبوا البيض، يجيبوا المقايضة. فكانت هاي طبيعة المنطقة. في بعدين أنا لما كنت صغير يعني كنت أجي، كنا نيجي بالعطلة الصيفية، لأن يعني كنا ساكنين بالسلط، وبالعطلة الصيفية نيجي على اليدودي هنا. نعم. وكان طبعا منطقة اسمها أبو جابر، يعني بحكي لكم قصة تانية فيهم بعد. فكنت أجي أشوف مثلا عندهم، كان عندهم البقر اللي يحرتوا عليه، ما كانش في تراكتورات هذاك الأيام، كانوا يزرعوا، يبذروا القمح، يحصدوا، كل هاي النشاطات، البقر، الغنم، المعزة، كل أنواع الحمير، جميع أنواع الحيوانات تكون موجودة، ويخزنوا لها التبن والقمح والكذا. فكانت يعني كانت كل هاي المنطقة، يعني في هاي المنطقة كان زمان اللي كنت بتشوفوها، كل هاي البيوت وكل هاي العقدات، العقود هاي كانت مستعملة إما لتخزين القمح وإما لحتى يستعملوا للدواب، يعني الحيوانات تنام فيها. نعم. وإما لا يخزنوا فيها التبن. نعم. أو أشياء تانية. نعم. يعني كانت حياة جميلة ويناموا الناس فيها وكل. نعم. شيء ويعيشوا فيها. طيب رح ننتقل لساندي عشان نتحدث هلأ عن التجديد، يعني مع الجيل الجديد أكيد دائما عم تسعوا إلى التطوير والتجديد والتغيير بما يتناسب مع يعني متطلبات العصر، وعشان نضلنا محافظين على الزبائن إنهم ضلكم تستقطبوهم بكان زمان. فقولي لنا إيش عم تعملوا بما يتواكب مثلاً مع المناسبات، الفعاليات المختلفة اللي بتصير بالبلد؟ مزبوط، مثل ما حكيتي هلأ نحن الإيفنتس اللي عم نعملها بكان زمان، فيك تقولي نحن بس حابين نرجع نذكر العالم بهيدا الموقع وبهي القرية. أنا أول مرة جيت وشفتها يعني مع أني مش ربيانة بالبلد بس حنيت لها، وحسيت أنه تاريخها وتراثها والفكرة وراء كان زمان يعني كتير مهم أنه واحد يشتغل عليها ويرجعها ويرجع قيمتها. يعني فمثل ما قال عمو سعيد، مثل ما كانت من قبل، عم نجرب نحن شوي شوي مثل ما بيقولوا step by step، يعني أنه نرجعها مثل ما كانت الطريقة شوي مجددة. نعم. أكيد الطريقة لنرجعها ونذكر العالم فيها
انه نبلش بهدول الايفنتس اللي عم نعملهم اللي عم بيكونوا سيزونال، يعني على كل موسم عم نعمل ايفنت 3-4 ايام. هالمره مثل ما سمعتوا انه برمضان وورلد كاب رح تكون شوي اكستندد اكثر، رح تكون على فتره شهرين، مشان نذكر العالم قديش حلو الواحد يجي مثل ما بيقولوا تو هانج اوت، يعني بس يجي ويقعد يستمتعوا ويكزدروا ويكون عندهم كذا اوبشن، يعني مش بس يجوا يتغدوا او يجوا بس يتعشوا او يشوفوا الانترتينمنت اللي نحن عاملينه، كمان يجوا يتذكروا انه طفولتهم كانت هون ونحن لقدام بدنا نرجع نمليها، نرجع نعبيها لهي الفيليج ونجيب ناس يعني مثل كرافتس بيبل مثل ما كان بالزمانات يشتغلوا. نعم، اعمال يدويه. اعمال يدويه. في شيء كثير مشهور عندكم تبع الرمل، عمو سعيد كان كثير يخبرنا عنه. نعم. هيدول تبع الازاز وكثير مشهورين، هيدول ان شاء الله لقدام بدنا نرجع نجيبهم بطريقه ما مشان العالم لما لازم تجي. لازم نشوف بلبنان كمان بايش مشهورين. بهمنا هذا الموضوع كثير. ان شاء الله نروح نعمل لنا حلقه هناك. احنا عجبنا الحكي بس برضه كان زمان حلوه. الله يخليك. اكيد اكيد بتجنن اصلا لبنان وان شاء الله البلاد العربيه كلها يعني تسمع بكان زمان واوريدي صاروا يسمعوا فيها من وراء الادفرتايزنج اللي عم نرك عليه يعني. فحتى في لكم انه كثير انترتينمنت جايبينها من لبنان. نعم. وانترناشنالي كمان عم نحكي ساوث افريكان اوستراليان ان شاء الله من بقيه الدول العربيه يعني رح يجوا على كان زمان مشان نعطي هاي الاكسبوجر القويه للشعب الاردني.